بالفعل زي ما قالت هالة، منتخب مصر هيواصل معسكره لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الإدارية، بعدين عنده مواجهة ودية مع تنزانيا يوم 7 الجاري، وبعدين ياخدوا راحة وبعدين يسافروا لكوت ديفوار من أجل خوض مباريات البطولة الإفريقية. إيه اللي بيحصل؟ خلينا نتكلم عن المنتخب والاستعداد للبطولة الإفريقية مع أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير يا منة، برحب بيك وبرحب مصطفى وكل مشاهدينك طبعا. طمنا على المنتخب. والله المنتخب بخير، دعوات المصريين طبعا كلها مع منتخب مصر. هو بدا معسكره طبعا يوم 2 في العاصمه الاداريه، كان في مباريات دوري في هذا اليوم ولكن تم الغائها من اجل المنتخب. كل الامور والظروف طبعا الحمد لله مهيئه لمنتخب مصر ان احنا رايحين ننافس على هذه البطوله. بطوله صعبه مش سهله، مش زي كل البطولات اللي فاتت. كل البطولات اللي فاتت الناس عارفه طبعا احنا كنا بنوصل نهائيات ولكن المنتخبات بقت عارفه ان المنتخب المصري بيدخل البطوله حاجز مكانه بشخصية البطل، بيقدر يوصل للنهائيات. فالأمور المرة دي مش هتبقى سهلة زي كل مرة يعني. يعني كلمنا بشكل عام، امبارح كان في إصابة ما بين لاعبين المنتخب، أحمد نبيل كوكا وتم استدعاء مهند لاشين. في الأول تفاصيل إصابة كوكا كانت عاملة إزاي؟ طيب هو امبارح كان في إصابتين، ولكن هو كانت الإصابات مفاجأة بالنسبة لفيتوريا، وهو طبعا كان عنده قائمة مبدئية 55 لعيب، عامل حساباته طبعا ان اي لعيب هيتصاب هيحط مكانه بديل طبعا. ولكن في المهن الصباحي اتعرض كوكا للاصابه في اربطه القدم، فعملوا له الفحوصات اللازمه، اتضح ان هو مش هيقدر يرجع قبل اسبوعين ثلاثه، فهتكون خلاص البطوله بدات يعني، واشتغلوا في عدد من المباريات فقال لك لا لازم نستبدله. فكان البديل الاقرب ان هو هيجيب مين؟ اكرم توفيق، مهند لاشين، واحد من الاثنين، ولكن تم الاستقرار علشان مكان كوكا على مهند لاشين. في بالليل اتضح الفحوصات برضو ايضا ان اسامه جلال عنده مشكله في ركبته، فلازم يروح لاحد المدافعين، فكان المدافع الابرز والاهم واللي الناس كلها كانت بتقول هو ازاي ما انضمش للمنتخب ياسر ابراهيم، فعلى الفور تم استدعاء ياسر ابراهيم. دول الاثنين لعيبه اللي تم استدعائهم لمنتخب مصر. يعني يمكن اقول لك ان ياسر ابراهيم انضم للقائمه الساعه 11 وربع بالظبط مساء امس يعني، والقائمه اتبعتت الساعه 12 دقيقه، لازم تتبعت قبل ما السيستم يقفل، فاتبعتت القائمه فيها 27 لعيب. خليني اقول لك برضو ان من ضمن اصابات المنتخب لسه في اثنين لعيبه ما نزلوش التدريب، ولكن هم الحمد لله هيبقوا كويسين خلال ايام، هم محمد الشناوي واحمد الشناوي حراس المرمى. لان هم اصلا الشناوي عنده مشكله في الضلوع، عنده مشكله فيه، ومحمد الشناوي عنده مشكله في الخلفيه، ولكن بيتعافوا بشكل كبير يعني. اعتقد ان الشناوي محمد ممكن ما يلعبش كده كده، احمد الشناوي مش هيلعب الماتش بتاع تنزانيا، ولكن اعتقد ان هو هيتم راحه محمد الشناوي وابو جبل يكون الاساس في هذه المباراه الوديه. طيب ايه الحكايه؟ اللعيبه عماله تتصاب ليه؟ يعني هل في احمال تدريبيه زياده ولا ايه اللي بيحصل؟ ولا هم مجهدين من المباريات اللي فاتت الفتره اللي فاتت؟ لا خليني اقول لحضرتك ان بالنسبه لاصابات اللعيبه، اصابات اللعيبه دي بتبقى غصب، لان في لعيبه راجعه من البطولات، في لعيبه عندها حمل بدني عالي. يعني لو بصينا على كوكا فهو بيلعب مع الاهلي الماتشات اللي فاتت كلها، بصينا على الشناوي بيطلع من دوري على كاس عالم انديه على ماتشات السوبر في الامارات، بيرجع على معسكر المنتخب، ففي حمل بدني اصلا هو زياده على اللعيبه. لو بصينا على اسامه جلال هو اصلا كان راجع من اصابه لبيراميدز وبيشارك اخر مباراتين، فلو بصينا على اللعيبه اللي اتصابت هي في نطاق يا اما اصابه متجدده يا اما حمل بدني زياده من الاساس، لانه المنتخب لسه ما لحقش يتدرب. يعني المنتخب بيدفع فاتوره مش فاتورته. اللعيبه جايه اصلا مش ان هي اتصابت في المنتخب، لا بالعكس هي جايه كان يا اما مصاب يا اما حمل بدني زياده يعني. تمام. طيب احنا البطوله هتنطلق يوم 13 يناير، غانا، الراس الاخضر، موزمبيق ضمن منافسات المجموعه الثانيه اللي هتلعب فيها مصر. فرصنا عامله ازاي؟ تاريخنا في المباريات عامل ازاي مع هذه الفرق؟ هل نستطيع التاهل او الخروج من هذه المجموعه والصعود نحو القمه في هذه البطوله؟ بالورقه والقلم خليني اقول لك ان مصطفى احنا التاريخ الاكبر داخل القاره، يعني التاريخ الاكبر من حيث الالقاب، التاريخ الاكبر من حيث الفوز على معظم منتخبات القاره، بما اننا فوزنا بعدد كبير من البطولات، ولكن حسابات كره القدم اصبحت بتختلف. بتشوف معايير كره القدم دلوقتي فرقه صغيره بتفوز على فرقه كبيره، بنحط لها عنوان كبير هذه البطوله،
انه كل المنتخبات عينيها على البطوله، في اكثر من خمس ست فرق مرشحين لهذه البطوله، السنغال مرشح، تجوار صاحب الارض مرشح، الجزائر، المغرب، تونس، منهم مصر، ولكن انه فرصنا من هذه المجموعه لا، فرصنا نصعد اول لانه معانا غانا وموزمبيق والراس الاخضر، احنا تاريخنا برضو زي ما بنقول افضل منهم بكثير، ولكن عمرها ما كانت بتمشي بالتاريخ، بتمشي بالمجهود، بتمشي بحاله اللعيبه، بتمشي بخطه المدرب، كل هذه الامور لو حالفنا فيها التوفيق لا احنا نصعد من المجموعه ونوصل لادوار بعيده في هذه البطوله. ولكن احذر واكرر انه انا اخشى على المنتخب المصري من الاصابات، من الاصابات، لانه الامور هتبقى مختلفه شويه في كوتيفوار، الملاعب مش هتبقى افضل حال، ولكن اذا مشيت الامور على ما يرام لا احنا ان شاء الله نوصل لابعد نقطه في هذه البطوله، ويا رب يا رب ان شاء الله نقدر نفوز بهذه البطوله. احمد ادينا الكواليس بقى، ايه اللي بيحصل في المنتخب؟ قول لنا التفاصيل، صلاح جاي امتى؟ قول لنا كواليس. طيب هو كل اللعيبه لو وصلت، صلاح المفترض هيوصل النهارده، هو اخر لعيب هيوصل النهارده، كان عنده ماتش مهم مع نيوكاسل كان بيختتم بيه مبارياته مع ليفربول. كل اللعيبه وصلت المرن الاول، يعني بعد المرن الاولاني اللي كان يوم 2 يناير كل اللعيبه وصلت. اللعيب الاخير مصر هيوصل النهارده المرن المنتخب، بيتم عمل استشفاء دائم للعيبه علشان خاطر المجهود والارهاق اللي انا قلت لحضرتك عليه. الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب واخد كميات كبيره جدا من الاكل لانه هو مش ضامن الدنيا هتبقى هناك عامه. طيب احنا يعني جينا حصل مشكله في الاتصال في الوقت اللي احنا كنا بناخد فيه منك التفاصيل، كل الشكر كل الشكر ليك احمد عبد الباسط الناقد الرياضي على التفاصيل اللي انت دايما بتمدنا بيها.